عقاوي بس انت روح فضفض وبوح واحكي له مالك اشكي له حالك واحفظ بقى وما تتسنش الا علي ايدي بتشفي علي لمسه واحده بس منه تكفي اطلبوه هتلاقي وعد لسه بان لسه بان لسه بان. اهلا وسهلا فيكم اخوتنا المشاهدين في كل مكان في العالم اللي بيوصل الي بث قناه الكرمه. بنرحب فيكم في اسم الرب يسوع في حلقه جديده من برنامج اطلبوا تجدوا. الرب صالح في كل وقت, صالح في كل مكان, صالح ومع الجميع. يبقى اله صالح لانه الصلاح هو جزء من كيانه. الله محبه ويحب الجميع ويحبك ويحبني. والله أيضا هو في شخص الرب يسوع هو الراعي الصالح. منرحب فيكم, منرحب بمش ضيف البرنامج لكن أخ عزيز جدا ومن مؤسسين هذا البرنامج, القس الدكتور أليكس حنا. أهلا وسهلا فيك سيس أليكس. مرحب بك جدا سيس عصام, ودي فعلا بركة مضاعفة أن احنا نكون هللويا مع بعض. فمن سعد بعيد البرنامج للآن الرب باركنا كتير. أمين. بحلقاتك وواثق أن روح الله موجود في الحلقة. هللويا. واستخدمنا دبل بليسنج المجد اسمه إن شاء الله. أمين. والمفاجأة الكبيرة أنا اليوم هوست والأسبوع الثاني أنت الهوست. أمين. إحنا بنستضيف بعض. نستضيف بعض. إحنا كلنا ضيوف وغرباء في الأرض هد يسوع يعني. كلام سليم مليون في المية. بس موضوع الحلقة حقيقة شدني كتير, موضوع أنا هو الراعي الصالح. وبالفعل يعني من اختبارنا في تعاملنا مع الرب, وانت أكتر واحد بتقدر تشهد عن هذا الموضوع, أنه بالحقيقة هو راعي صالح. هو راعي صالح. شو رأيك نبدأ الحلقة بالصلاة؟ يا رب نباركك لأجل رعايتك, نشكرك يا رب لأنك راعي الخراف العظيم وأسقفها, ونحن يا رب إذ نأتي إلى محضرك بالإيمان نثق رب أنك تقودنا إلى مراع خضر تربضنا إلى مياه الراحة توردنا. نعم. نشكرك يا رب لأنك راعي النفوس الذي يشفي والذي يربط والذي يغذي والذي يغير. نعم. والذي يحملنا على منكبه. نعم. والذي إن رأى الخروف ضال يذهب ويسعى وراءه, ومتى وجده مش بيضربه ولا بيأدبه لكن بيحمله على منكبه ويرجع به فرحا. نشكرك يا رب لأنك ستعود بالحظيرة بكل مجروح وبكل بعيد وبكل قاسي وبكل يا رب من ضل طريقه. نعم. لأن السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 بار. أعطينا يا رب حلقة مميزة. أمين. فيها نرى فعلا يرجع جميع أبناء الله المتفرقين وخراف أخر ليست رب. من هذه الحظيرة ترجع إليك. بارك يا رب قنوات الكرمة, بارك يا رب أخونا صموئيل, إخوتي أمامك يا رب الذين تعبوا جدا في إعداد الحلقة في الصوت في الصورة في المكالمات والمداخلات. نعم. وأعطينا أن نفرح بهذا يتمجد الآب أن نأتي بثمر كثير إلى ملكوت عملك. أمين. وإلى الحظيرة أن تمتلئ بكل الخراف المطلوبة في اسم يسوع. أمين. أمين يا رب. أمين. مبارك اسمك يا رب. أمين. أمين ثم أمين. نعطي كل المجد للرب لأنه يسمع الصلاة وأيضا يستجيب. موضوعنا في هذا اليوم مأخوذ من إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر. يريد نقرأ جميعا, اللي عنده كتاب مقدس يفتح على إنجيل يوحنا والإصحاح العاشر, ونبدأ من العدد الأول. مبارك اسم الرب. الحق الحق أقول لكم, إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف
بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص. وأما الذي يدخل من الباب فهو راع الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاص يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع، أما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. فقال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. مبارك اسم الرب يسوع، مبارك اسم الرب يسوع. من هو الراعي؟ شكرا أستاذ عصام على القراءة والمقدمة. الحقيقة سبب اختياري للجزء ده ان احنا داخلين على الشتاء، والرب بيقول كان فيما بعد في الأصح عيد التجديد في الشتاء، والعالم بيتوقع ان ده الشتاء القادم ده من أصعب الشتويات اللي جاية على العالم بسبب أزمات البترول وبسبب الأزمات الاقتصادية وبسبب أزمات الحروب. فالراعي الصالح هنا بيقول كده الكتاب في عدد 22: كان عيد التجديد في أورشليم وكان شتاء. فالعالم متوقع أن الشتاء دون هيكون قارس جدا وأزمات كثيرة، عشان كده اخترنا الراعي الصالح شخص ربنا يسوع يعالج أزمات الشتاء. عيد التجديد دون كان تجديد للنفوس، وكان الرب يسوع يتمشى في الرواق بيدور. شكرا المخرج طلع لنا الوقت اللي اتقال فيه إعلان يسوع الراعي في أورشليم وكان شتاء. الشتاء القارس جاي، والناس بتتوقع بيقول لك ده أصعب شتاء جاي بعد الحروب، لكن الراعي الصالح اللي كان يتمشى في رواق سليمان في عيد التجديد في أورشليم كان يبحث عن الخراف. ليه هو سمي راعي الخراف؟ لأن الخراف أضعف الحيوانات، لا تستطيع، لا يقدر يأكل نفسه ولا يقدر يشرب نفسه ولا يقدر يدافع عن نفسه. ولعل العالم يمر الآن في أزمات من كل نوع، struggling in everything، مش قادر يعمل شيء. فاحنا في أمس الاحتياج ليوحنا 10 في الشتاء المقبل، لأن الرواق اللي كان بيتمشى فيه الرب اللي هو رواق سليمان، رواق سليمان دون لما صلى سليمان وحل روح الرب في أيام سليمان، كان روح الرب يصلي في أيام سليمان تجاه كل احتياج. لو في جوع، لو في عطش، لو العدو محاصر، لو في أزمات اقتصادية، لو في وباء، لو في مرض، في رواق سليمان. هناك حين غطى مجد الرب المكان، نحن في أمس الاحتياج في هذا الشتاء المقبل اللي بيتوقع العالم ونشرات الأخبار بتبشرنا، يقول لك ظلام في أوروبا، مصانع هتقفل، دنيا وبيزنس هيروح، والحرب النووية، وكل هذه الأزمات. فنحن نحتاج إلى سكيب روح الله في رواق سليمان. أمين. أمين. وإعلان يسوع كلمة أنا هو
اللي هو الله الكائن أو الله الذي يكون. تفضل أستاذ. فإذن الراعي اللي بتكلم عنه هون هو الرب يسوع نفسه. نعم. وانت بتعلن عن احتياجنا للرب يسوع في الأيام اللي جاي. بالزبط. وبتعرف هذه حقيقة واقعية. هللويا. يعني نحن بالفعل نحتاجين للرب يسوع. وأشارك معك شيء سيس أليكس. ما فيش إنسان بسأله إذا بحب يقبل الرب يسوع في حياته في قلبه. وبقول لا وبيرفض. لا. بلاقي في جوع وفي عطش. مجد. طب ما هي صفات هذا الراعي؟ أول صفة بيوصفها لنا الكتاب هذا بيقول عنه في لما نعرف الحق. أولا هو يتكلم بالحق. إيه هو الحق؟ أنه يدخل من الباب زي ما تفضل أسيس عصاب. الرب يسوع بيقول أنا واقف على الباب وأقرع الباب. هو مش بيقتحم حياتك، لكن سمع أحد الصوت، أول علاقة وأول شركة أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. وهو معي. ومدام فيها عشاء فيها بيات. ومدام فيها بيات ففيها افطار وغدا. لأنه يمكث معكم الروح القدس ولن يترككم ويدوم فيكم. فأول علاقة بتبدأ زي ما حضرتك تفضلت، أن أنا برحب به وأقول له ويلكم أيها الرب يسوع. هللويا. وفي وقت الشتاء هو اللي بيدفيني، هو اللي بيغذيني، لأنه ده أول علاقة. تاني حاجة بيقول إيه؟ الذي يدخل من الباب هو داخل مش للتهديد ولا للقتل، داخل يرعاك، داخل يكون مسؤول عنك. عشان كده هو الأول والآخر والألف ياء. فهو داخل بالرعاية الكاملة في فصل الشتاء القارس وفي أورشليم. أنا رحت أورشليم في الشتاء صعب. وشفت السنو طبعا. وشفت الجبال قد ايه كان البرد قارس والبرد شديد. وفعلا الواحد يعني لو لبس بلوفرين وتلاتة وجاكيت بيبقى، وحضرتك من الأردن وأكيد عارف يعني المنطقة. فالرب النهاردة بيدعونا ان احنا نكون خارج الأزمات اللي جاية اللي بتهدد العالم روحيا ونفسيا، ويدخل إلينا في فصل الشتاء القادم راعي ومخلص. ثالث حاجة بيقولها هنا ايه؟ يدعو خرافه الخاصة بأسماء. أسماء يعني ايه؟ عرفتك باسمك، أنت لي. هللويا. يعني الله هيدعو النهاردة بالأسماء الخاصة. كل من يدعو باسم الرب يخلص. هو سبق مفتوح، مش بس خلاص من الخطية، خلاص من الخطية، خلاص من المرض، خلاص من الأزمات. وحقيقي يعني العالم كله قلبه منقبض من الشتاء القادم. فاحنا عاوزين ندعو الرب قبل فصل الشتاء، او اللي ممكن يكون دخل في بعض البلدان. كنت بتفرج كده على نشرة الاخبار امبارح وجايبين في باكستان قد ايه الناس من يقول لك تغيير المناخ، وبسبب تغيير المناخ سيول وفيضانات، والناس بتشرب مياه ملوثة والكوليرا والامراض ومعسكرات ومش لاقيين حتى بق مية، غير الملايين اللي تشردوا من أوكرانيا، غير التعبئة اللي في روسيا. العالم كله سياسته سياسة حرب. ولن ينجو إلا من يدعو باسم الرب. خرافه الخاصة بأسماء أهله. إحنا محتاجين لعلاقة خاصة جدا في هذه الأيام. به أدخل، به أخرج، به أجد مرعى. لأنه ما فيش لا دولة عظمى ولا دولة صغرى ولا قدرة ولا قوة هتنجينا في الأيام اللي جاية من الأزمات غير ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس غير اسم يسوع اللي بينبغي أن نعرفه. استأذنك سيس أليكس. معنا الأخ إبراهيم من مصر. تفضل أخ إبراهيم. تفضل أخوي إبراهيم، أنت على الهواء. هلو. هلو. أيوة أخوي إبراهيم، أنت حضرتك على الهواء. التلفزيون كلمنا من التلفون. هلو. الو انت على الهواء. وطي التلفزيون وكلمنا من التليفون. نعتذر من الاخ ابراهيم. يا ريت اي شخص بتصل معنا من فضلك وطي التلفزيون على الاخير واسمع من التليفون، لانه في تاخير في البث بتعمل معروف. معنا الأخت ماجدة من مصر. تفضل أخت ماجدة.
الو، مساء الخير. اهلا فيك اختي، تفضلي. سلام المسيح معاك. ومعاك اختي. لو سمحت انا اطلب قلب الصلاه من اجل الاخت ام وليد الاول. أيوة. والاهل بيتها، ان ربنا يتقفهم ويدورهم الراعي الصالح ويغيرهم. أيوة. من اجلها ومن اجل بيتها وعيالها. امين. واطلب قلب الصلاه من اجل اولادي، ان ابني الكبير ربنا يديه شغل، وبنتي ربنا يديها ارتباط، ومعايا جوزي وابني الصغير، طالبه ان ربنا يتقفهم ويبقوا بدون مشيئته السماويه. امين يا رب. صلي يا رب. امين. تفضل مع الاخت ماجدة، ونشكرك يا رب لاجل طلبتها للخلاص لاهل بيتها والابن اللي محتاج شغل والارتباط. وبنصلي ايضا، هي مش بتصلي بس لاجل بيتها، لكن لاجل ايضا اخ اخر وليد، يا رب انك تبارك حياته وترد كل نفسه يا رب بتطلبك. واحنا مقدمين يا رب على فصل الشتاء الصعب جدا القادم، نؤمن يا سيد الرب انك تخلص كل من يتقدم للآب باسم الابن. امين يا رب. يخلص الى التمام في اسم يسوع. امين. امين. معنا ابو فادي من مصر، تفضل اخويا ابو فادي. معك عريان بديع يا حضرة سيف، ربنا يباركك. اهلا وسهلا فيك. بنتي مبسوطه قوي بالجرافات بتاعتك قوي، وبتقول جرافات شيك جدا، بحييك على الشياكه بتاعتك، وانت حد رائع جدا ممسوح كمان. ربنا يباركك يا استاذ عصام، بركه كبيره جدا. انا اللي خلاني اعمل مداخله، الاسيس قال ان احنا داخلين على وقت صعب جدا جدا. نعم. هل لو واحد يتفرج علينا ويقول لك اصل ده غضب ربنا، غضبان على الناس عشان كده الايام اللي جايه ايام صعبه جدا، ولا الواحد يفهم ايه يعني؟ هل الاحداث اللي احنا بنمر بيها، هل ربنا كاتب الايام اللي جايه ايام صعبه او ايام حلوه؟ انا ببقاش بتلخبط. وانا لو شخص دلوقتي باجل التوبه، كل يوم باجل التوبه، اعمل ايه عشان بجد اخد خطوه؟ وانا بسمع النهارده من خلال البرنامج بتاعكم الجميل ان انا اتوب. في ناس دلوقتي بتشاهدك نفسها تخطي خطوه، وبعدين تقول لك لا اصل انا بعمل خطايا كتير، انا بعمل شر كتير. ده كان سؤالي. وكان في حد اسمه ظريف حلمي بيطلب صلاة، ان هو تعبان جدا، عنده كهرباء في جسمه كده، ومحتاج ان ربنا يلمس لمس الشفاء وهو طلب صلاة. طيب ايه رايك يا سي سالكس؟ انت معانا، خليك معانا. ها انت سمعنا؟ روميا واحد بيقول غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم. فلو شخص بيشجع الاسم والخطية، هو طبيعي حاطط نفسه تحت هذا الغضب. لكن بالنسبة للمؤمن بيقول ان احنا لسنا ابناء الغضب كالباقين. ليه؟ لانه بيقول وضعت امامك الموت والحياة، اختار الحياة فتحت. فاحنا ممكن نقطع موجة الغضب وسلسلة الغضب. يعني انا شخصيا لو احب اشاركك في اختبارات، ياما أوقات كنا بنسوق وكانت الدنيا بتضلم وسيول وفيضانات وتورنيدوز، ولكن كنا بنطلب الرب في وسط الغضب. ألاقي الشمس أشرقت، ألاقي شمس البر والشفاء في أجنحتها، غير المناخ وغير الأجواء. فاللي بيختار الرب، احنا بنتكلم على الراعي الصالح اللي بيتعامل من خلال رعيته، ان احنا رعية الله، رعية مع القديسين وآل بيت الله. فأنا ممكن أعمل ده، أوقف اختيار الغضب وأقول له يا رب أنا أعيش مع الخراف اللي بتدعوها بأسمائها الخاصة، هتدعوني باسمي وأنا ليك. فممكن نصلي مع بعض ونختار يسوع، فيسوع هو الطريق والحق والحياة. أمين. به نحيا ونتحرك ونوجد، ويعطيك حياة جديدة. تحب تصلي؟ امين طبعا. طيب. اسلم حضرتك، بركه كبيره جدا لسه. وانا بشكرك لانك مشجع كتير خالص، وانت بتفكرنا حضرتك اذا ما انت حضرتك اشرت انجيل يوحنا ان برضه في نفس الاصحاح عدد 10 10 الله بيتكلم. أيوة. ان في واحد جاي يسرق ويذبح ويسرق. أيوة. هو شخص ابليس اللي جاي بيقدم موت ويقدم هلاك لشخص رب يسوع اللي اتى لتاكل لكم حياه وحياه افضل. كل شر. ايوه، الذئب بيسرق سلام العالم، بيسرق اقتصاد العالم،
بيسرق البترول، بيسرق كل حاجة، لكن أنا مع يعني يسوع هو الأقوى اللي بيدخل بيت القوي وينهب أمتعته. الظهر الخط قطع، فصلي معايا كده على الهواء. أمين. قل له يا رب يسوع بدعوك بالإيمان. كل رب. واحد مشتاق يدخل الرب قبل فصل الشتاء القارس والتجارب القادمة، ادعوه، قل له أدعو باسم الرب يسوع، أنا عاوز أكون من الخراف الخاص، أنا عاوز يكون اسمي مكتوب في سفر الحياة. أمين. أنا بختار الحياة الأبدية وبختار اسم يسوع اللي هو فوق كل اسم. أمين. فوق الأزمات، فوق الخطية، فوق التجارب، يخلص للتمام ويدخل فصل الشتاء والصيف والخريف والربيع ويكون الرب في من أول السنة إلى آخرها. أمين. يكلل السنة بجدها. أمين. أمين. معانا الأخت نادية من مصر، تفضل يا أخت نادية. أيوة السلام يا حداد والأسيف. أهلا بيكي أليكس. أنا تبكي بس بصلي، وكنوا أنتم متشكين معايا في الصلاة دي. مشكلة جامدة مع بنتي من ناحية شقة، هي فلوسها وهو مش راضي، بس أنا واثقة إن هو إلهي بيعوم الحديد زي ما ليل الحديد. أمين. أنا أقول في قلب الآسي إن هو يمين مع بنتي. أمين. بس أنا بثق في إلهي، وأنت تصلي معايا لو بيتنا تبقى مع بعضينا هتحل المشكلة دي، لأن هو صعب أو أمين. نتفق مع بعض ونصلي. أمين. باسم الرب يسوع إنه اللي عوم الحديد يرفع قلبه عن المادة باسم الرب يسوع. تفضل السيس أليكس. مباركك يا رب، مبارك اسمك في هذه الفرصة. فعلا يا رب عبدك في القديم نزل خشبة عومت الحديد وطلعت الحديد. الخشبة كانت الصليب، واحنا بنيجي يا رب عند الصليب وبنقول لك الصليب يخلي الحديد والصلب والفولاذ يطفو ويتلاشى أمام قوة الصليب الذي هو قوة الله للخلاص. أمين. وتعطي خلاص من هذه المشاكل العائلية. الرب يسوع. ونعمة أن يعرفوك. أخونا قبل كده طلب أيضا طلبة لأجل الأخ ظريف، قادر الرب أن تلمسه وتعطيه نعمة باسم وقوة وشفاء. أمين. معنا الأخ إبراهيم رجع مرة تاني من مصر. تفضل أخ إبراهيم. أيوه. 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 سلام المسيح في الفصام. وسلام المسيح معاك أخوي. سلام أبونا ريكس. سلام حبيب. أنا عامل عملية قلب مفتوح وثلاث مرات أصحاب سلام. وقتي عندي قدم سكري مطلوب بعملية تستطيعين من الفصام. أيوه. فقد تكون بسطرة من حضرتك وحتى أبونا ريكس. تفضل. أمين. تفضل أخوي. أخونا إبراهيم، أنت واثق الرب ملك على القلب والحياة، ولا تحب تصلي تسلم حياتك الأول؟ أمين. تحب تصلي تسلم حياتك للرب؟ قل له يا رب يسوع. ممكن تقول معايا يا رب، يا رب يسوع تعالى أملك على حياتي. يا رب أملك على حياتك وعلى حياة المدام وحياة المدام، واعطينا حياة جديدة، واعطينا حياة جديدة بدم يسوع يا رب يسوع، بقوة صليبك وبقوة جروحك. نعم. أمين. تشفي القلب وتشفي السكر اسم الرب. أمين. يسوع. أمين يا رسول. ربنا يباركك أخ إبراهيم. أنت والمدام واظبوا مع بعض على أنه يكون لك وقت كل يوم تقروا كلمة ربنا وتصلوا مع بعض، وربنا يقويكم ويشفيكم. أمين. 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 معنا أخت جاكلين من مصر. تفضل أخت جاكلين. من كندا. آسف. السلام أنا بس عندي طلبة، أنا عارفة أنها طلبة من ناس كتير للطفل سنوده. انا امبارح صدقوني بجد ما قدرتش انام بالليل، يعلم ربنا
المشكلة دي مقرفاني جدا وعلى قلبي خالص خالص ان ترفعوه في الصلاة. وكل واحد ورفضه بيشوفوا البرنامج ده اتحدوا كلنا في الصلاة مع اثنين من رجال الله رجال الصلاة نرفعوا. وانا اثق في الصلاة واثق اني سمعت روح ربنا على الولد ده سياج من نار روح القدس على عقله على حواسه على المكان اللي هو فيه يتقد المكان اللي هو فيه يتقد حماية على الولد. ممكن ترتبوه في الصلاة لو سمحتوا؟ بكل تأكيد. تفضل السي سالكس. اللي هو شنو ده ولا؟ أيوة. يا رب احنا بنشكرك يا رب لأجل العائلة اللي ربت شنودة 4 سنين يا رب. احنا بنصلي يا رب انك تتكلم للرئاسات والسلاطين. نعم يا رب. وتعيد يا رب هذا الابن. نعم الى ابوه وامه. في اسم الرب يسوع. لانك اله امانة. في اسم الرب يسوع. فيك البتة. وهم لقوه في الكنيسة. وكان بيحب شخصك. وكان بيحفظ كلمتك. يا رب انت الاقوى وانت الاله العادل تقدر تهز الدنيا كلها يا رب وتقدر تغير كل الاوقات وترجعه لحضن ابوه وامه. نعم يا رب. يا رب هذه طلبة عادلة. في اسم الرب يسوع. نصرخ اليك يا رب ونتوسل اليك ان لا يسرق ولا يذبح. نعم ولا يهلك المهلك هذا الطفل 4 سنوات. امين يا رب. لكن يعود يا رب الى حضن ابوه وامه. في اسم الرب في اسم يسوع. الرب يسوع. امين. بننتهر كل الحروب الشيطانيه على مستقبل هذا الطفل وعلى عائلته ونؤمن انك انت الاقوى يا رب. هللويا. تدخل وتنتزعه من براثن العدو. نعم هز يا المكان رب. اللي هو فيه الان هز وهز يا رب كل مكان لي علاقة سيد الرب هزات سماوية حتى تتمم الأمر وتقضي ويعود إلى مكانه. باسم أنت الرب إله العدل يسوع. أنت إله الأمانة. أمين. ولا جور فيك البتة. أمين يا رب. وأنا أطالبك يا رب أن تتدخل بعدلك وقضائك وتعيد هذا الطفل بقوة دمك وعمل صليبك إلى أبوه وأمه ولو احتاج لهز الدنيا كلها. أمين. معنا الأخت أمينة من مصر. تفضلي أختي أمينة. ازيك يا أستاذ أبونا. أهلا بيك يا أختي. منورين الشاشة ربنا يخليكم. أشكرك هذا من لطفك. تفضلي أختي. كنت طلب الصلاة لأبو مينة عنده حصوة على الكلى وكل ما يكشف الدكتور يقول له عايز معجزة وطالب الصلاة من أجل أولادي يعرفوا الرب. أمين. وطالب أخيرة لو سمحت وتعبت بخصوص معوض اللي كلمك الأسبوع اللي فات. هو إنسان خاطئ وروح لبتوع الزاد الكتير وبتوع الزاد كل واحد يقول له هذا يعني واحد يقول له أنت شارب واحد يقول له معمول لك عمل من أهل البيات وبيشككوه في كل اللي حواليه وكرهوه في كل الناس وحاليا هو دلوقتي تعبان وكل ما يروح في مكان يقولوا حاجة مختلفة. أنا نفسي أسمع صوت الرب على لسانك تقوله أنت شارب ولا لا عشان يرتاح وبطل يروح للأماكن الوحشة دي. شوفي أختي ناخدها قاعدة. لما شخص يقولك عليك عمل وناس عامل لك عمل ويسكت هذا مش من الرب. لما الرب بيكشف انه في عمل بيعطي نفس الشخص اللي الرب كشف له بيعطيه القوة وبيعطيه الإيمان انه يكسر هذا العمل. لكن يجي يقول عليه عمل وانتهى الموضوع لا ما انتهاش الموضوع انت بديت مشكلة. لما تقول انه في عليه سحر ولا في عليه اي نوع من الأسحار وتسيب الإنسان انت عملت مشكلة كبيرة ولدت في داخله اضطراب وهذا مش من الرب.
لو كان حقيقة الكلام من الرب كان الشخص اللي قال هذا الكلام كسر العمل. فكل الكلام اللي بيسمعه من الناس ما دام ما صلوش معاه وما كسروش العمل ارميه، ارميه ورا ظهرك، ما تهتمش فيه لانه هذا مش من الرب. والكلام اللي مش من الرب لا بيجيب ولا بيودي، انا مش محتاج اسمعه ولا محتاج اخذ راي اي انسان فيه في اسم الرب يسوع. بس نصلي لاجل الحصول على الكلى. للاخ ابو مينا، تفضل سيس أليكس. يعني زي ما تفضل السيس عصام وقال الكتاب بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا. انا مش بحكم على انسان، لان لو بحكم على انسان الكتاب بيقول الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يفعل صلاح ليس ولا واحد. وقبل ان اخرج الخشب التي في عين اخي انظر الى القزى الذي في عين. صلى يا رب لاجل ابو مينا وفي اسم الرب يسوع تشفي الكلوة والحصاوي، والأولاد يا رب يعرفوا الرب، وأم مينا تفرح قلبها برجوع الكل للرب باسم الرب يسوع، تذكر معوض أمامك يا رب وتحرير بر المسيح وفداء المسيح بنعمة الله. أمين. بنت معنا بنت الرب من مصر، تفضل يا أختي. أيوة سلام ونعمة وسابونا أليكس وابونا عصام. أهلا بيك يا أختي. لو سمحت أنا عايزة تلبس صلاة قوية كده جدا لابني. ابني مريض في المستشفى، مستشفى نفسي، وبعدين لما بيدخل المستشفى وياخد العلاج بيبقى كويس، يخرج من المستشفى يترك العلاج خالص، بتسوء حالته جدا، اضطري تاني نوديه المستشفى. أنا نفسي ربنا كده يخليه ياخد دواء، وأنا عندي ثقة جامدة في ربنا إنه ربنا هيشفيه. اسمه إيه؟ اسمه كرولوس. أمين. يا أبونا السماوي بنرفع كرولوس أمام عرش النعمة وبنطلب منك لمسة على نفسه يا رب. أنت عارف المرض النفسي اللي عنده، وبنصلي في اسم الرب يسوع المسيح تعطيه شفاء كامل وترد النفس إلى مكانها باسم الرب يسوع المسيح. معنا الأخت ياسمين من مصر، تفضل أخت ياسمين. أهلا فيك يا أختي. أهلا بيك. ربنا يبارككم. ربنا يباركك. أنا عاوزة أتكلم بصلاة، وعندي نزول أنفية وعندي الضغط وعندي كوليسترول. سلامتك يا أختي. طيب أنت واثقة أن الرب ملك على القلب والأفكار والحياة؟ فقدنا الاتصال السيس أليكس. فقدنا الاتصال. أمين. بنرفع يا رب الأخت ياسمين بين إيديك، نرجو يا رب أنك تشفي الجيوب الأنفية والأزمة وكل مرض يا رب، والكوليسترول والضغط، وتعطيها نعمة. كل المرضى يا رب الذين يشاركون هذه الأعراض أيضا، نصلي يا رب أن تخرج لمسات شافية عبر الشاشات وتلمس أمراض الأنف والأذن والحنجرة والضغط والكوليسترول. أمين يا رب. معنا الأخت أميرة من ميشيغان، تفضل يا أخت أميرة. ألو سيس عصام. أيوة أختي. مساء الخير. أهلا بيكي. كيفك؟ نشكر يسوع بخير. نشكر يسوع. أبونا أنا عندي مريضة خير. عندي حصوة بالكلى. حصوة في الكلى. خميس الفات سويت قسطرة، وإيدي عم توجعني كثير. إيد الشمال؟ لا اليمنى. اليمين أوكي. عندي سكر وضغط كثير، عايزك تصلي لي. أمين يا رب. وأطلب منك ومن يسوع ربي وإلهي صلاة لابني. صلاة لمين؟ لابني. أوكي. ابني عم بيحكي بيقول ما في الله، وهيك حكاية. ولو في الله ليه هو مع المجرمين والحرامية، وليش من يشتغلون عدل وما عندهم أي غلط، ما يجيب يعني قدامهم عدلة ويشتغل وماكو ما يعني ماكو بركة. أبونا هو بكل تأكيد ما راح يكون في بركة. الشخص اللي بينكر وجود الله وحضور الله بتوقع إنه الله يباركه؟ بكل تأكيد لا لا لا. أنا بس أحكي معاه بس ما بيفيد. طيب خلينا نصلي الرب يفتح عيونه حتى يبدأ يشوف
حضور الله ويآمن في اسم الرب يسوع. اسمه ايه هو؟ لو انت اسمه خاف يسمع بعدين يصير عصبي. طب بونا. بلاش بلاش اسمه بلاش اسمه, خلينا نصلي ممكن نتفق. سيس طيب اختي انا كنت عاوز اطمن اختي اميره ابونا بيقول لي انت شفتي ربنا؟ اقول لها انا شفت الرب يسوع, وصحيح انا شفت الرب يسوع, طلبت منه يظهر لي, شفته بعدين سكت من قلت له هيك. بكل تأكيد خلينا نصلي له باسم الرب يسوع, نتفق مع بعض. أمين. هل أنت أختي أميرة متأكدة الرب ملك على القلب والحياة ولا تحب تصلي؟ نعم أبونا نعم. طيب أمين. بص هو ملك على قلبي. الله روح والذين يسجدون له بالروح والحق, حتى الواحد لو ما شافش الطوبة لمن آمن ولم يرى. أما عن وجود الشر فسبب وجود الشر أن العالم موضوع في الشرير وأحب الناس الظلم أكتر من النور, لكن اللي بيختار يسوع بيختار الخير. صلى رب لأجل أختنا وشفاء الضغط والسكر والكوليسترول ورجوع الابن إليك, والطلبة اللي جات من الأخت درسي بنصلي لها أنه تحصل على بيت إيجار جديد ويخلصهم من الإيجنت ويديهم نعمة في الطلبة, والرب يوجد ليكوا السكن وحرية. أمين. بنصلي أن الحصوة اللي على الكلى تنزل, اللي في الكلى تنزل باسم الرب يسوع المسيح. معنا بنت الرب من مصر, تفضل يا أختي. سلام ونعمة يا أبونا. ومعاكي كمان. لو سمحت أنا ابني مراته عاملة معاه مشاكل جامدة وأخذت عياله ومشت ورفع عليه قضايا كتيرة قوي يا يسوع, ونفسنا يعني المجال ترجع الوضع يرجع زي ما كان يعني. امين نصلي. وعندي كمان العمود الفقري تعبني قوي وضغط عالي وكده. امين نصلي والرب يتدخل في الامور. ثقتنا في ان الله قادر على كل شيء. ولا يعرفوا ربنا لانهم بعاد عن ربنا يا سبونا. ما هو البعد عن الرب بيعطي المجال والمساحه الكبيره لعدو الخير يدخل. لازم لازم نقترب من الرب. داود قال أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن عندي, فمحتاجين يدخلوا يقربوا من الرب. نرجع للصلاة, خلينا نصلي. يا رب يا أبويا السماء في اسم الرب يسوع المسيح بنرفع أمامك هذا الشاب زوجته يا رب, والمخطط اللي ماشي فيها لدمار العائلة ولهد البيت. بنصلي أنك أنت تلغي هذا المخطط وتحط في يا رب في قلبها مخافتك, حتى ترجع إلى محبتها الأولى يا رب, وترجع تبني بيتها من جديد. بنصلي لك تحل المشاكل في البيت, تذكرهم يا رب حتى يلتجئوا إليك في هذا الوقت الصعب. والمس بنتك أيها السيد الرب, شفيها من هذا المرض في اسم الرب يسوع. أنا آسف سي سالكس, انا بعض الاحيان بنسى حالي انه كويس بركه في طلب صلاه جت في مصر. اختنا جانت طلب صلاه. ايوه تصلي لاجلك والاخ ماهر ومارينا. أيوه. وجوزيف. وانا شايف اختي البيت كده تحت سحابه المجد. امين. وعمل دم يسوع. امين. وشايف الرب بيسمع صلاتك وبيبارك كل كلمه تخرج من فمك, هترجع بالبركة. أمين. على الزوج وعلى الأبناء. وبقول لك ثقي أنا هو, لا تخافي لأنه اللي معك واللي بدأ العمل هيكمل معاك اليوم المسيح. أمين. أمين. معنا بنت الرب من مصر, تفضلي أختي بنت الرب. أمين. مساء الخير يا أس أبونا عصام وأس أبونا. أهلا فيك يا أختي. أهلا بك. من فضلك أنا ليا في الصلاة. جوز بنتي حصلت له فرقعه في العضله بتاعت سمنه الرجل, فمش قادر يمشي عليها, بياخد علاج. وجوز بنتي الثاني محتاج باب عمل, ربنا يفتح له باب عمل عشان يشتغل. وانا عندي خشونه في ركبتي الشمال تعباني قوي يعني, مش قادر, مأثره عليا في المشي وكده يعني. أمين. أمين في اسم يسوع. ربنا يتداخل شفاعة صلوات قدسك وقدس أبونا هذا. مبارك اسم الرب. أمين. حنصلي في اسم الرب يسوع. أمين في اسم يسوع. معنا الأخت إيلين من مصر, تفضل يا أخت إيلين. السلام
بالصلاة. تفضل. مايكل عندي 7 سنين ومشميش ولا يتكلم، عندي ضغط في المخ. مايكل عنده 7 سنين وايه؟ مايكل 7 سنين عشان يتكلم ولا يمشي. ما بتكلمش وما بيمشيش؟ عندي 7 سنين. اوكي. امين. اوكي، في اسم الرب يسوع نصلي له. ندفع الطلبتين دول. امين. يا ريت كل شعب الرب في كل مكان يتفق معنا لاجل هذا الطفل مايكل. لا بيتكلم ولا بيمشي، عمره 7 سنين، مفروض يكون يمشي كويس، مفروض يكون يتكلم بطلاقة، لكن في تعطيل. نتفق مع بعض كل شعب الرب في كل مكان. تفضل السيس أليكس. يا رب احنا بنشكرك يا رب لأجل كل الطلبات اللي جات بنت الرب يا رب من مصر، بتصلي لأجل زوج الابنة انك تشفي سمنت الرجل وتبارك حياته يا رب، وتعطي لكل مصاب في المفاصل أن تجدد كالنسر شباب وتفك الأعمال، تشفي أختنا من الخشونة. أمين. وتعطيها مفاصل جديدة في اسم الرب يسوع. يا رب بنصلي لمايكل أنك أنت يا رب تفك عنه كل سحر وعمل ويقدر يتحرك ويمشي. أيضا طلبة جات الآن من مصر بتقول صلوا لأجل عيون الزوج وخلاص نفسه وحلول الروح القدس عليه، يحرق كل سحر بيفرق بيننا باسم الرب يسوع والرجوع لبعض. بنصلي يا رب، اعتقد دي من العراق، بنصلي انك يا رب تبارك وتفتح العيون وكل عمل يا رب وكل سحر يحترق الان باسم الرب يسوع. امين. يا رب من عبود من كل روح عرافه، من كل روح سحر، وتطلقهم في حريه مجد اولاد الله، لان الحلقه النهارده يا سيد الرب انك انت اللي بتفدي من الذئب والذبح والهلاك، وانت الذي ترى الذئب مقبلا، لكن وعدتنا يا سيد الرب ان الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. نفعل قوة الدم ضد كل عمل وسحر يسوع. معنا مايكل من المنيا. تفضل اخوي مايكل. فقدنا الاتصال للأسف، حاول اتصل مرة تانية. معنا الاخ عادل من فيرجينيا. تفضل اخ عادل. سلام المسيح يا حضرة القسيس عصام. سلام المسيح معك حبيبي. المسيح حبيبي. أنا طالب طلب الصلاة لأخويا صفوة بولس، مقعد يعني ما بيتكلمش بقاله 5 سنين. على فكرة هو شاب ومتجوز ومخلف، يعني راجل كبير. أيوة. فأرجو صلاة من أجله إن ربنا. مقعد له 5 سنين. أمين. في السرير ما بيتكلمش. أمين. في اسم الرب يسوع. أمين. حنصلي له في اسم الرب يسوع. معنا الأخت ياسمين من مصر. تفضل يا أخت ياسمين. أهلا بيكي. أنا كنت لسه بكلمكم بس ما خلصتش معاكم، كنت عاوزكم تتكلموا معايا عشان أنا كل ما سلم حياتي الشيطان يضحك عليا ويقول أنت مش هتروح السماء، يعني لو غلطت غلطة ولا أي حاجة يشككني يقول لي انت مش داخله السماء عشان انت بتعملي غلط. ما شاء الله عليك. وانت بتصدي ليه؟ وانت بتصدي؟ انا ساعات بشك يعني مع ان انا من بدري او مع المسيح ومسلمة حياتي من بدري، لا يا اختي بيشككني. لا يا اختي ما نسمعش للشيطان، ما نسمعش للشيطان ابدا. الشيطان عايز يدمر، عايز يهلك. لا. يزود إيمان وكده صلوني معلش. لا هو كذاب وابو الكذاب كمان. لا انتبه. عاوزة تلبس صلاة ماشي. بس عاوزكم تصلوا ربنا يديني زرع بشرة، لي 4 سنين متجوزة وربنا لسه ما رزقنيش. أمين. أختي أنا عاوز أقول لك الكتاب بيقول. لحظة الأسيس أليكس عايز أقول لك الكتاب كلمة. بيقول إن أخطأ أحد لنا شفيع عند بعد الإيمان، يعني عند الآب، هو ليس كفارة لخطايانا لكن لكل العالم. فلما الواحد بيخطئ بعد الإيمان وقبول الرب، شفاعة المسيح هو اللي بيطهر وبيخلص للتمام من كل خطية. فأنا عاوزك تؤمني أن هو رئيس كهنتنا وأن هو الشفيع والإله القادر. مبارك يا رب أختنا أمامك، قويها وشددها واعطيها زرع بشر. زرع بشر في اسم الرب يسوع. واعطيها نعمة يا رب أن تؤمن بشفاعتك وكهنوتك
الذي يخلص من كل ضعف وكل خطيئة. آمين. معنا الأخ مايكل من المنيا، تفضل أخوي مايكل. مساء الخير حضرتك. أهلا بيك. وأجمل حاجة حضرتك قلتها إن حروبنا مع الشياطين مش مع بشر. فأنا كنت على موقع كونتاكتي لقيت حروب أوكرانيا أخبارها مفزعة جدا، يعني الرئيس بوتين محتاج حد يهديه، محتاج صلاة منكم شخصيا. غير كده إن الأوروبيين في غدر أوروبي بيه، يعني كأنهم ماسكين يعني طائر من جناحه وعايزين يطلعوا ويوقعوا. فنتمنى طبعا أمن روسيا، وهي عندها جيش قوي، عندها يعني سنين ضخمة في السلاح قدر المدى. فبسألكم صلوا من أجل روسيا والسلام، خاصة إن أمريكا يعني برضو ليها دور في إزعاجات الاستقرار على مستوى العالم. لما كانت واخدة مجموعة من قادة التنين حطهم على قاعدة بحرية، كانوا بيرتعشوا في البرد ورموهم في البحر. الأخبار دي حقيقية وموثقة يعني. وبالتالي المسلمين بياخدوا رد فعل، بيدخلوا الكنيسة ولا هو وبينجسوا الشعب القبطي، يعني بيمر الأخبار بمحن. وللأسف ما فيش قادة رعاة صالحين زي ما حضرتك قلت، يقو دين يعني. للأسف البطل ده المفروض يتشال، وكلهم عارفين الكلام ده. طيب أخوي مايكل، بس بهمش أستأذنك لدي، إحنا هون مش متكلم في السياسة، مناش في السياسة، إحنا متكلم في الأمور الروحية فقط. طلبات الصلاة بنصلي، بنرفع طلبات أمام الرب، ونسمع استجابات صلاة. هدفنا أنه الإنسان يتقرب من الله. كل القادة في كل العالم محتاجين الرب، ما فيش شخص مش محتاج الرب. هدفنا هدف روحي، مناش في الأمور اللي بتحصل في المسرح السياسي، ملناش فيها، لكن بنصلي للسلام في العالم، بنصلي للسلام في كل مكان في اسم الرب يسوع المسيح. أنا بشكرك لأجل مداخلتك ولأجل اهتمامك، فبس بشجعك أنك تستمر في الصلاة حتى سلام الرب يسود في اسم الرب يسوع. معنا الأخ بطرس من الإسكندرية. ألو. اهلا بيك اخوي بطرس. اهلا بيك، سلام الرب يسوع لحضرتك وجلاله القسيس أليكس. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ربنا يبارككم ويبارك برنامجكم ويستخدمكم باكثر قوه يعني. فقدنا الاتصال. يا ريت اخوي بطرس تحاول مره ثانيه، بتعمل معروف. معنا الاخ اشرف من مصر، تفضل اخ اشرف. صحيح يا حضرسيس. اهلا بيك اخوي. ربنا يبارك حياتك وخدمتك والقسيس أليكس الجميل. امين. اشكرك. ربنا يخليك. انا كنت قدسك صليت لاخويا قبل كده، كان انفصام في الشخصيه والقسيس أليكس. ايوه. وكان صلى لوالدتي برضه، كان عندها ميه بيضه، نشكر ربنا الحمد لله الاثنين تمام. هللويا، كل المجد للرب. امين. فانا والمدام بتاعتي بقى، انا والمدام بتاعتي يوستينا، فكنا عملنا عمليه حقن مجهري وما نجحتش، فنعمل واحده ثانيه. فكنت محتاج صلاه ان ربنا يفتح الرحم ويعطينا صحه البطن. طب ايه رايك نصلي؟ ما تحتاجش اي عمليه، والرب يعطيك زرع بشر من عنده. امين امين امين. ممكن؟ ممكن. بتامن؟ امين. طب اسالك، الرب يسوع ساكن في قلبك، ولا تحب نصلي انه يسكن في قلبك؟ هو ساكن في قلبي، ونصلي يسكن كمان اكتر. لا، ما هو يا ساكن يا مش ساكن. لا، ساكن في قلبي. خلاص. انت محتاج لملء الروح القدس حبيبي. امين. الرب لك بالروح القدس. تفضل. مدام اسمها ايه؟ يوستينا. يوستينا. امين. خلينا نصلي. يا ريت كل شخص عنده نفس الطلبه زرع بشر يشترك معنا في هذه الطلبه. نفعل ايماننا مع بعض، نشترك في الصلاه مع القسيس أليكس في كل مكان في العالم. اشتركوا معنا في هذه الصلاه لاجل زرع بشر، لان هذه مشيئه الله للانسان. خلينا نصلي. امين. تفضل اخوي. انا عاوزك اخونا، لو المدام جنبك حط ايدك على راسك، وحط ايدك الثانيه على راسها، وصلوا معايا لأجل ملء الروح القدس زي ما تفضل السيس عصام. قل له وعدك يا رب تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود.
أمين. حل يا رب بروح القوة. أمين. الروح القدس يعطينا القوة لزرع بشر والبنون الميراث من عند الرب. نعم. نشكرك لأن احنا ورثة الله ورسول مع المسيح ونرث بركة بعمل وقوة روحك القدوس الذي يفعل النسل في الأحشاء. أمين. أمين. أخوي مايكل من المنيا لما اتصلت وحكيت في الأمور السياسية أنا بتأمل أنه ما كنش أنه صديتك في أي طريقة من الطرق، مش هدفي أني أصد، لكن إذا في عندك طلبة روحية طلبة صلاة ياريت ترجع تتصل فينا حتى نصلي معك لأجل هذه الطلبة في اسم الرب يسوع. معنا الأخ بطرس من الإسكندرية. أهلا وسهلا فيك أخ بطرس، تفضل. أهلا بيك. الرب السلام الرب يسوع معاكم ومعك حبيبي ويبارك في خدمتكم ويقويكم. طالب حقيقة تشاركوني في طلبة صلاة للمدام عندي، في عندها مفصل في الحوض الشمال اتعمل في جراحة قبل كده ولكن ما رجعش كويس، ويعني في ألام وما فيش الحركة فيه كويسة يعني. وعندي برضو طلبة صلاة لابني مايكل بخصوص اللي عنده سكر بيتعب كتير قوي. أمين. وبرضو يعني بنطلب له زرع البشر دي يعني. أمين. بتأمل أنه صليت معنا لأجل زرع البشر. أيوة صليت. أمين. أمين. يعني هذا المهم أنه نحن لما نصلي نآمن أنه الرب سمع وأن الرب استجاب. ونشكر الرب على استجابة الصلاة في اسم الرب يسوع. ما دامت يمكن في عندها نوع من الروماتيزم بالمفصل، مش هيك دكتور؟ هو تغيير غيرة المفصل ليه؟ لا إيه سبب تغيير المفصل؟ اتعمل في الحوض الشمال. أيوة إيه السبب يعني؟ إيه السبب؟ هو كان اتعمل فيه جراحة لأن كان فيه كسر. واتعمل المفصل ما طلعش يعني حلو كويس. طيب. وبرضو في ألام وفي طبعا صعوبة شوية. أوكي. يا رب احنا بنصلي لأجل كل المفاصل أمامك. أمين. في اسم الآب والابن والروح القدس. أمين. نعم منتظر الرب يجدد قوة يرفع أجنحك. نعم يا رب. يمشي على عيون، جدد المفاصل واشفي مايكل من السكر واعتذار البشر. باسم الرب يسوع. طلب أيضا جد بدون اسم شفاء من مصر من مايسينيا جريفز وثيرويد نوديولز وثيموما، شفاء الغدة الدرقية وشفاء الغدد وشفاء الضعف العام بتاع مايسينيا جريفز. بنصلي يا سيد الرب وقادر أن تسمع وتجدد كالنسر شباب عبيدك. أمين. أمين. معنا بنت الرب من مصر، خلينا نسمع. فقدنا الاتصال. في معنا الأخت سامية أيضا من مصر، خلينا نسمع. تفضل أخت سامية. ألو بكيسي سامبا. أول كل شيء وطي التلفزيون على الأخير. وطي التلفزيون شو؟ على الأخير. أيوة على الأخير. واسمع من التليفون تعملي معروف. أيوة. تفضل. أيوة سيساتون. أيوة أنا طالبة طلبة صلاة من أجل حفيدتي عندها 4 سنين وتعبانة، تعبانة خالص. تعبانة من إيه؟ طالبة طلبة صلاة ليها. ما الدكتور بيقول لنا، واحد يقول لنا عندها مشكلة عملنا لها منظار وهي عندها 6 شهور، واحد بيقول عندها مرض كانديدا، واحد يقول لنا لا ده عندها مجموعة حساسيات، وواحد يقول لنا دلوقتي بتعيط. بتشتكي من ايه؟ ايه الاعراض اللي عندها؟ هي ما بتقولش زي يعني الاطفال الطبيعيين، يعني ممكن معلقة رز تقعد فيها 2-3 ساعات قبل ما تاكلها وهي عندها 4 سنين، ما بتاكلش طبيعي يعني. وبعدين دلوقتي على طول بتعيط من رجلها على طول، عياط 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 صار لحد الصبح تعيط من رجليها. طب دي واضح انها مشكلة نفسية. عملنا لها مشكلة نفسية؟ لا ده هي عندها 4 سنين لسه طفلة صغيرة، عملنا لها رسم عصب قال لك لازم تعملوا إشاعة، بس الإشاعة خطر عليها اللي بالصبغة على ظهرها، واحنا كنا نعملها.
طيب. أنا طالبة في البيت صلاة من أجلها ومن أجل مامتها وباباها. اسمها من إيه؟ من أجل جوزي ربنا يقرب. اسمها ميرازة. عفوا؟ ميرازة. ميرولا. 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 طيب هل البيت اللي هي فيه صلاة بيصلوا أبوها وأمها لأجلها بيطلبوا الرب؟ لا بابا مش بيصلي. لا 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 بابا مش. طب أنا بقولك المشكلة روحية. محتاجة أنه البيت ده يعرف الرب ويصلوا معاها، لأنه بركة المسيح بتيجي من الأب للأم للأولاد، فهي محتاجة بركة الرب. هي مامتها بتصلي لكن باباها لا مش. طيب نصلي للأب وللبنت. أمين. صلي يا رب لأجل كل البيت يا رب والعائلة. أمين. تعرف الرب وميرولا سيد الرب تنال بركة الرب التي تغني ولا يزيد معها تعب. أمين. يا رب نرفع بنتك يا رب اللي عندها خشونة في الركب في اسم الرب يسوع المسيح، وزوج بنتها يا رب اللي عنده مشكلة في الرجل، بنصلي أنك تعمل معجزة معها ومعجزة معها يا رب. وأي شخص اليوم يا رب شاهدنا عنده خشونة في الركب فين مكان يا رب، بنصلي أنك أنت تمد يمينك وتبرئ من هذا المرض باسم الرب يسوع المسيح. أي شخص يا رب بيعاني من أي مرض في الركب، مد يمينك على الركب يا سيد الرب وابرئ واشفي في اسم المبارك الحي. يا رب بيوتنا بين إيديك، أولادنا بين إيديك، حياتنا بين إيديك يا رب، بنسلمك الكل وبنصلي يا إلهنا الصالح أن تستجيب صلواتنا اليوم باسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد نصلي. آمين. رح ناخد فاصل بسيط بنرجع لكم في اسم الرب يسوع، ابقوا معنا.
أهلا وسهلا فيكم، رجعنا مرة تاني بعد الفاصل الرائع والترنيم الرائع المبارك في اسم الرب يسوع. رجعنا لموضوعنا، أنا هو الراعي الصالح. سؤالي لك، بتكلم عن الذئب في يوحنا 10. نعم. من هو الذئب؟ هو بيضع عدة تعريفات للذئب. أول حاجة أنه لا يدخل من الباب، لا يدخل بشكل قانوني لأنه كذاب وأبو الكذاب، فبيستعمل الاحتيال. وأيضا يقول عنه الغريب لا تتبعه بل تهرب منه، يعني صوته منفر وصوته بيضايق. وبيقول عنه أيضا لا تعرفه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. فالمفروض أنه المولود من الله عنده تمييز أرواح، يقدر يميز صوت الله من صوت الذئب. ثالث حاجة في هذا الذئب يقول عنه أيضا سراق ولصوص والخراف لم تسمع. كلمة الخراف لم تسمع لهم، ناس كتير يقول لك احنا ازاي نقدر نميز صوت الله من صوت الحرام. كن هذا النفي لم تسمع لهم، ده معناه ان الله بيدي كل مولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه قوة انه فعلا الهية بالروح القدس، يعطينا الله تمييز اي صوت نتبع. ايضا بيقول عنه اجير، يعني انت عم توحي لشخصية. أي. مش بس مجرد وصف، لكن في هاي شخصية. نعم. مين هالشخصية؟ شخصية إبليس طبعا، أو عدو كل بر أو عدو الخير. أو كل شخص ما بيحبش بر المسيح بيقول كده يخطف الذئب الخراف ويبددها. وأجير لأنه أجير لا يبالي بالخراف، يعني يبقى مش عاوز يسمع لك، مش مهتم بيك. يعني مش لازم الذئب أو يبقى في صورة إبليس أو في صورة، لكن مكتوب عن إبليس أنه عدو كل بر. كل شخص بتقابل معاه في عداوة لكلمة الله وعداوة لعمل الله، لا بستريح له ولا باخد كلامه، وبيبقى عنده أغراض دنيئة وأغراض أخرى أنه يعملها. فبيقول كده الكتاب عنه، حدث قال كثيرون منهم لم يستطيع أن يسمع هذا الكلام، وقالوا إلى متى تعلق أنفسنا. فالحقيقة لما الأمان اللي لينا في أن أنا وأنا بسمع صوت الرب بميز صوت الغريب، لا بياخد فرصة للسرقة، لا بياخد فرصة للهلاك، ولا بياخد فرصة للذبح. وبيقول أبا الذي أعطى. الناس كتير يقول لك طب يعني هنضمن منين الخلاص وهنكمل إزاي في الظروف الصعبة والعالم الصعب؟ الحقيقة ثلاث قوة بتعمل في خلاص المؤمن: قوة دم يسوع وقوة الصليب وقوة الآب اللي بيقول أبي الذي أعطاني إياهم. في شيء أعظم من ضعفتنا وأعظم من خطاياتنا؟ عمل الآب اللي بيشهدوا في السماء ثلاثة، الآب والابن والروح القدس، دول بيعملوا في خلاصنا. وبتأكيد الخلاص بيقول لا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والآب واحد. فده بيدينا تأكيد الخلاص، إن أنا مش متروك لنفسي، مش متروك لذاتي، مش متروك للخطية، مش متروك للعالم، لكن عندي ثلاث وسائل للضمان والأمان. هللويا هللويا هللويا. معنا اتصال من الأخت سترونيا من أريزونا، تفضل يا أختي. هلو، أنا اسمي فبرونيا. سبرونيا. إيه، ده خبر من أريزونا. وأنا سويت قبل يومين سكان، وسويت صاد مال دام، أنا عندي كانسر. إن شاء الله كل شيء يكون صلواتكم، صلوني لأجلي. والزوجي عنده باركنسون وحالة فد مرة يعني، وعنده حالة نفسية فد مرة على موت باركنسون، قوي عند الباركنسون كتير. صلوا لأجلي يصير زين إن شاء الله. أوكي، الكانسر فين عندك؟ يعني عندي بالصدري كانسر، وعندي بالمثانة، بس سويته ما بريتك واسوكي يعني من قبل، بس هسا مجلت لي مرة ثانية سوي سيت سكان وسوي باتي، وحكيت مع أخذ نوال وصلينا مع بعض قبل ما أروح. بس هللويا. اليوم أريد أحكي. هللو، إمتى تطلع النتيجة؟ يعني النتيجة إمتى تطلع؟ والله ما بعرف، يعني سويته قبل يومين ما عم تصابريني، بس عندي موعد 27 بالشهر. بنعمة يسوع تكون كل شيء نيجاتيف باسم الرب يسوع إن شاء الله. وزوجي عنده باركنسون، سيفير باركنسون، عنده ما يخلي لي بالليل لا أنام، وما عندي مساعدة حتى يساعدني. أمين. اسمه إيه الزوج يا أختي؟ واسمه يونان. يونان.
امين. طب اختي صبروني، انت واثقه الرب ملك على قلبك وحياتك وافكارك؟ ايه والله واثقه 100%. يعني احب يسوع واحب هللويا على طول اشوفها، بس زوجي ايمانه مو كثير قوي، يصلوا لاجله حتى ايمانه يخرج كثير. امين امين صلي. امين في اسمه. اختي عندها تسوي غسل الكلى بالعراق اربيل، تسوي غسل الكلى مرتين بالاسبوع، بلكي الله يشافيها وشافي ابن اخويا وكلهم. امين. نرفع كل الفاميلي مالتنا. أوكي. صبروني يا بنت. هاي موضوع الكلمة الصغيرة اللي حطيتيها بين الكلمات هاي لازم نشيلها. بلكي الله شفاها. لا يعني احتمال يشفي واحتمال ما يشفيش. خلينا نرفع هالكلمة هاي، ما ننطقهاش لما احنا نصلي. ما ينفعش اللي بيصلي يحط كلمة ان شاء الله او احتمال او بلكن. هاي شيلها من القاموس كله. لما بصلي بصلي انه شيء انه الرب يعمل، اثق في كلمة الله وفي وعود الله وسلم الموضوع للرب في اسم الرب يسوع. ونشيل كلمة والله كمان، لان الكتاب قال ولا تحلفوا البتة. أمين. لا بالسماء لانها كرسي الله، ولا بالارض لانها موطئ قدمي. تفضل يا رب، بنباركك بنشكرك لاجل السرونية مبارك، وبنصلي يا رب لاجل شفاء مرضى السرطان اللي في الصدر المثانة. اي مريض سرطان بيشاهدنا الان يا رب، تخرج قوة دمك وقوة صليبك للشفاء، وتعلن النتيجة 27 خالية من الكانسر. اختها يا رب باسم الرب يسوع اللي عندهم الغسيل الكلى، بنصلي يا رب لاجل شفاء كل فشل كلوي وكبدي وكل فشل باسم عرب. الرب يسوع. تعرف سيس أليكس، نعم. مرة حصل شغلة رائعة. اخت اتصلت عندها بريست كانسر. صلينا، وكان يوم الخميس. يوم الثلاثة اللي بعديه عملت فحص، والدكتور قالها عندي خبر رائع لك. قلت له خير. هي كانت ستيج 4، فالدكتور قالها لا انت نو لونجر، بطلت ستيج 4 ولا 3 ولا 2 ولا 1 مجد، انت اصبحت ستيج 0. هللويا. يعني شفاء كامل. هللويا. على فكرة احنا كل بنعمل بس بنصلي، ما بنشفي انسان، احنا بس بنصلي. زي ما انت بتصلي، زي ما انت بتصلي، احنا بنصلي. السيس أليكس وأنا بنصلي لأجل أمور صعبة جدا في الحياة، والرب بسمع والرب استجيب. اتصل بي برضو أخ النهاردة من جيرسي. هو مصلي يعني دي في الصلوات الشفاعية، وبيصلي مع ناس كتير، ويعني نظره تعبان شوية، فبيقول لي عندي خبر حلو، يعني المدام تشخصت باللوبس ليها سنين، لكن احنا دايما بنصلي معاكم ومع قناة الكرمة، وكانت بتاخد جرعة عالية من الكورتيزون، لكن عاوز اقول لك انه في خبر حلو، انه لما راحت بعد كل السنين من اللوبس وتعمل التحاليل، الدكتور تقريبا قال لها انا مش شايف انتيبادي، يعني تقريبا التحاليل طبيعية، ونزل أمين. الكورتيزون بدل ما كانت بتاخد 2 و3 لنص قرص، ولا نمنعه خالص، لانه مبارك اسم الرب. في معجزه حقيقيه حصلت. هللويا. والاختبار من اخ مصلي حلو، نقول له هللويا. مبروك المدى. مبارك اسم الرب. معنا الاخت نانسي من واشنطن. تفضل يا اخت نانسي. مساء الخير يا سيس. اهلا فيكي. اهلا بحضرتك. كنت محتاجه من حضرتك صلاه لاختي من مصر، الشغل واقف معاها خالص، ومحتاجه حضرتك تصلي لها بليز. تشتغل ايه هي؟ هي عندها كوفير بس ما فيش شغل خالص، والدنيا واقفه معاها، وكانت طلبت مني صلاه من قصتك. امين امين. نصلي لها. عندك اسمها؟ يا اسمها ايناس. ايناس. يس. هللويا هللويا. طيب نصلي لإيناس. يا أبونا السماوي، بنرفع الأخت إيناس أمام عرش النعمة، وبنطلب منك أنك تفتح أبواب البركة، طاقات البركة على بنتك. تشتكي يا رب أنه الشغل واقف، لكن أنت قادر يا سيد الرب أنك تبعت شغل يا سيد الرب. تقول للشمال أعطي وللجنوب لا تمنع، للشرق أعطي وللغرب لا تمنع. فيض بركاتك يا رب على
أختنا يا سيدي الرب في اسم الرب يسوع المسيح نشكرك لأنك سمعت واستجبت. أمين يا رب. معنا الأخ أيمن من السويس. تفضل أخ أيمن. أهلا وسهلا أبو الحطام وأهلا وسهلا بأبونا عليك. أهلا بيك. أنا أشكر تعبكم وما فيش وضع أصابكم في أي صلاة بل لما ربنا استجاب ببركة صلواتكم وبركة المسيح. طب يا ريت تقول لنا كده بعض الاختبارات او الاستجابات. يا ريت تقول لنا ربنا اتمجد معاك في ايه. كان معايا اخويا تعبنا شويه ودينا كده وانا كنت تعبان السير واستريحت والحمد لله اشكر ربنا. استجابات كتير ما فيش مره اطلبها منكم الا لما ربنا هللويا يقف معايا ويتمجد. لا كل المجد. انا اشكر تعبكم واشكر محبتكم واشكركم وصلوا لي من اجل انا ومراتي. امين. نباركك يا رب لاجل اخ ايمن والشهادات الجميله وبنشكرك يا رب لاجل حياته ولاجل شهادات امين الامين فقليل تقيم على الكثير. يا رب بارك حياتهم واستخدمها لمجد اسمك وتعالى باستجابات اكتر. ايضا يا رب بنشكرك لاجل الدكتور اللي كان بيطلب الصلاه معانا وخد السيتيزن امبارح. بنبارك له ونقول له يا رب مبروك السيتيزن وبنشكرك لانك بتمنح شهادات سماوية وشهادات عليا. ايضا يا رب اخت كانت بتطلب لاجل التعثر في الدراسات السيكولوجي اللي بيدرسوا فيها النيو ايج ريليجن واللي بيدرسوا فيها البوذية. بنصلي لاجلها انك توجد حل يا رب للدراسة وحل للفيزا وتعطيها نعمة انها تقدر تبقى يا رب في خطة الله وفي ملء النعمة والبركة. امين يا رب. امين امين. مبارك اسم الرب. اليوم جانا اتصال من اخت بتقول طلبت الرب لكن الشيطان بشككها في خلاصها. الاخت اللي اتصلت اليوم هذا بيكون عمل بعتقد عمل الذئب. أحد أعمال الذئب اللي هو صحيح. التشكيك في كلمة الله وفي وعود الله. Would you elaborate please؟ نعم ده صحيح لأن الكتاب يعني المفروض أنه الإيمان مبني على كلمة الله. مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية. بيقول عندنا إيه الكلمة النبوية وهي أثبت. هي أثبت من كلام الناس، هي أثبت من الشك. هل الله ضمني لأني بار لأني قديس؟ صحيح كلنا طلبنا الرب ووجدناه ووجد لنا، لكن وإحنا بنتكلم في موضوع راعي الخراف الأعظم، ليه الرب اختار أنه يكون راعي الخراف وسقوة؟ زي ما قلنا الخروف معلش سامحوني في الكلام حيوان ما بيعرفش يعمل حاجة حتى نظره ضعيف. كل اللي بيقدر يعمله انه يمشي جنب الخروف. مين اللي بيأكله؟ مين اللي بيحمله؟ مين اللي بيربضه؟ مين اللي بيشربه؟ ده حتى ابسط حاجة انك انت تعرف تفتح الباب وتطلع بنفسك تمشي خطوة. لا ده هو اللي بيفتح له الباب. ابسط حاجة انك انت وانت راجع من برة يبقى معاك المفتاح تدور المفتاح تدخل من الباب. ده هو حتى يعني سامحوني في الكلام يعني لا بيعرف يطلع ولا بيعرف يدخل ولا بيعرف يتحرك. يعني عاوز ضعف ايه اكتر من كده؟ غير كده انه الراعي وقت الخدمة بيغير الثياب وبيلبس ثياب علشان ايه؟ بياخد الخراف دي بعبلها يعني التراب اللي فيها وينظفها ويحميها ويأكلها ويشربها. فانا عاوز اقول يعني البر الذاتي بتاعنا كل اعمال برنا حتى لو عملنا البر كله فاحنا عبيد بطالين. لكن اقرا يوحنا 10 عده مرات تلاقي ان الخروف ده ممكن بسهوله يتسرق يتنهب تروح صحته تروح كل حاجه. لكن ان يعني ايه رايك وانت معلش اعتبر نفسك كده في فندق 5 نجوم وانت حضرتك طالع من الفندق واحد واقف على الباب بيقول لك اتفضل اخرج. بس ده مش بيسيبك بعد ما بتخرج، ده بيفضل معاك طول الطريق لان هو الطريق والحق والحياه. والأقودك ارشدك
عيني عليك وانا معاك في الطريق، اوريك الطريق اللي تسلكها، بس وانت راجع برضو مش هتفتح انت الباب وهتدخل. لكن بيقول لك ايه، لما بيفتح اللي بيفتح ده ليه مفاتيح داود، يفتح ولا احد يغلق. يعني اسيس عصام خدمة 20 نجمة مش 5 نجمة. هللويا هللويا. خدمة مميزة. فأنا إذا بشوف عناية الرب يعني انظروا أية محبة، أية محبة هللويا أعطانا الله حتى ندعى يفتح لي الباب، يدخلني اسمه، يطلعني، يمشي بيا، يحركني، يرجعني، يحملني على منكبيه، أتعب، أتعثر. يعني الخروف الضال لو أنت في نظر نفسك ضال، الراعي مش ماسك كرباج. يعني كنت بقرا كده تفسير جميل في العصاية بتاعت راعي الخراب، بيقول لك العكاز بتاعه فيه زي مخلبين من تحت، عشان ايه؟ لو الخروف وقع في البركه ولا غرق ولا حاجه بيمسكه من رجله بالمخلب ده اللي في نهايه العصاية ويطلعه كمان. فبيقول لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت اقوم، وقال ان الصديق يسقط ويقول هللويا 70 مرة. امين فضل. امين. معانا الاخ عماد من مصر، تفضل اخ عماد. اهلا بحضرتك جسيس عصام والجسيس اليكس، ربي يبارككم ويدكم بقوه المجد اسمه. أمين. انا هو الراعي الصالح، يا بخت كل شخص اتعرف على الراعي الصالح الامين، وكل شخص متالم في وسط الالم يسمع صوت الراعي، لان هو قال خرافي تسمع صوتي. يا ريت من وسط الالم ربنا بيتكلم معاك وبيتعامل مع كل شخص. هل انت عشت مع المسيح؟ هل انت متأكد من امر خلاصك ونوال الحياة الابدية؟ ما عادش في وقت الرب جرب يجي، يا ريت تكون في عشرة بينك وبينه. هو اللي وعد قال خرافي يعطيها حياة ابدية ولن تهلك الى ابد ولا يخطف احد من يدي. هو هيدافع علينا ويسندنا بوسط البرية. اول ما بنضعف بنقول له قويني سامحني، في علاقة بينه وبين اب عظيم، في اي لحظة خبط على باب ابويا سامعني، أتقدم بثقة إلى الأقداس بدم يسوع. هللويا. يا ريت كل نفوس تجي تحتمي فيه، وما جيش أسأل نفسي سؤال صعب أقول يا رب أنت يا ترى قبلتني ولا ما قبلتنيش. أنا عندي ثقة وإيمان إن هو دفع الثمن على الصليب، بس عشت من كل قلبي. ما ينفعش بعد أعيش أقعد أحلف وأرجع أخالف وصايا الكتاب، أعيش في قداسة، ما ينفعش أغني، ما ينفعش ما أخسرش، لازم أعيش وأخذ الغفران من المسيح. قال اغسروا يغفر لكم. ما عادش في وقت. وكل ما ادخل العمق مع شخصه هقول للنفوس اللي حواليا تعالوا شوفوا يا ناس يسوع قدامك خلاص. أمين. امشي معاك مرفوع الراس. يا بخت كل انسان يحتمي في المسيح، وهناخد جسد ممجد قريب لان هنكون ورقه مع الرب المجد. هللويا هللويا. انت صوته صارخا في البريه اخوي عماد. امين لك المجد يا رب. شكرا. الرب يستخدمك. حابين نصلي لك اليوم في اسم الرب يسوع. يا ريت نرفع الأخ عماد، إذا بتلاحظوا في كل حلقة تقريبا بتصل وبيشجع شعب الرب في كل مكان. محتاجين نصلي أنه الرب يبارك حياته ويستخدمه لخلاص النفوس وينتشل النفوس من النار الأبدية في اسم الرب يسوع المسيح. يا إلهنا الصالح، نرفع الأخ عماد أمام عرش النعمة مع شعبك في كل مكان. نرفع هذا الشخص يا سيد الرب أمامك، ابنك يا رب اللي انت اخترته وأقمته يا رب، وملأت فمه يا رب بالكلام الممسوح من روحك القدوس. نصلي انك تستخدمه لخلاص النفوس يا رب، لإطلاق المأسور يا إله الصالح، لشفاء المريض يا رب، لرد المسبي، اعتاق المأسور في اسم الرب يسوع المسيح. عظم عملك من خلاله يا رب في اسم القدوس الأزلي في اسم الرب يسوع المسيح. أمين يا رب. معنا الأخ كمال من نورث كارولينا، تفضل أخ كمال. نعمة وسلام جناب الأسيس عصام والأسيس أليك. أهلا بيك أخوي. أحب أشكركم جدا على الحقيقة على الوقت اللي بتخصصوه وبتسمعوا لكل يعني أمراض الشعب وبتصلوا لهم. الرب يباركوا والرب يبارك قناة الكارما. الحقيقة أنا برضو ليا طلب الصلاة، بس مش ليا أنا، لأخويا هو اسمه فيكتور، عنده مشكلة في البروستاتا وكمان عنده مشكلة معانا في المثانة، مش عارف يعني بالضبط طبيعتها إيه. المشكلتين دول مثبتين
مشاكل وضغط على الليفت كدني، الكدني الشمال، وقبل كده اقترحوا عمليتين وفعلا ابتدوا فيهم، وبعد ساعة تقريبا من كل عملية الأولى والثانية خرجوا قالوا له إن في خطر، يعني الدكاترة كانوا خايفين يكملوا، قالوا إن الريسك بتاع العملية أوت واي البينفيت يعني أوت أكبر من الاستفادة، أكبر من يعني رجاء شخصي تصلوا لفيكتور. وعايز أقول كلمة هنا بسرعة، الحقيقة هو ما كانش أملنا من البداية خالص في لا الجراحة دي ولا الجراحة دي، كنا عارفين تماما من البداية أن بدون تدخل من شخص الرب يسوع المسيح الحقيقة مش هتنفع. فإحنا طب بس زي ما الدكاترة بيقولون إحنا بنعمل كإنسان بنعمل اللي نقدر عليه. فرجاء شخصي إن الرب يتمجد ويتحنن على أخويا فيكتور يشوف العملية. أشكركم جدا على محبتكم، الرب يبارككم ويربي يبارك لنا في القناة. أمين أمين. هو احتمال إحنا عارفين الأطباء المزبوط بركة، الأطباء بيعالجوا ونشكر رب لأجل الحكمة اللي الرب أعطيهم إياها في المعالجة، لكن الله بيشفي، مش بس بيعالج لكن بيشفي، ولهذا السبب بنصلي لأجل الشفاء من الأمراض. سيس أليكس، نرفع يا رب الأخونا فيكتور بين إيديك يا سيد، وبنشكرك لأجل شعبك الذي يعلن إيمان في الشفاء الإلهي. بوعدك أنا الرب شافيك الذي يفدي من الحفرة حياتك. نصلي يا رب لأجل شفاء الكلى والمثانة والبروستاتا، أي شخص يا رب عنده أمراض في الجهاز البولي، أنت قادر يا رب أن تلمس الكل وتشفي بدون عملية أو أي تدخل جراحي إذا كانت يا رب الفايدة أقل من مخاطر العملية. أمين في اسم الرب يسوع المسيح. معنا اتصال تاني، مين معنا؟ ألو، هلو، تفضلي. سلام المسيح معك. اهلا وسهلا فيك، سلام المسيح معك يا اختي، تفضلي. معك بنت الرب من مصر. اهلا بيكي. لو سمحت انا عايزه اطلب طلبه صلاه من اجل خلاص نفس زوجي. يعني 31 سنه اطلب من الرب ان يغير حياته، صدقني يا جسيس، ومش عارفة ربنا متأني، وهو نفسي ربنا يغير حياته وما يهلك، وطالبه منكم طلب الصلاة من أجل نفسه أن ربي يغيره. أمين. ومعايا الابن الصغير يعني واخد نفس طباعه، ونفسي ربنا يفتقدهم ويزورهم. أمين. ويمدده ويشفيهم يعني من أمراض الخطية. وأكتب طلب الصلاة كمان من أجل نفس عادل عايد، عنده مشاكل كثيرة جوه بيتهم، والمسيح يفتقدهم ويحل مشاكلهم ويغير حياتهم. أمين. صلى رب لأجل الزوج يا رب، صلى رب لأجل الابن. طلبة البار تقتدر كثير في فعلها. أختنا رب بتطلب أسمى طلبة وأحلى طلبة، وهي خلاص أهل بيتها يا وأهل رب. بيتها يرجعوا للرب ولمسيحه. وعاد العياد أيضا يا سيد الرب وأهل بيته، كل بيت بيطلبك الآن، أسكب يا رب روح خلاص، أسكب روح نعمة. أنت بتقول لستم أنتم اللي اخترتموني، لكن اختيارك يجي على بيوت جديدة، واختيارك يجي على نفوس جديدة للحياة الأبدية وليس الهلاك. طلبة جت أيضا من الأخت دورثي، بعتت بتطلب طلبة، بتقول نردين كمان لأجل شفاء أمراض الكهرباء والتعب والضعف، وكهرباء عالية جدا، الرب يلمس الكهرباء. وقالوا في المخ لما كان عندها 3 سنين كان في مية، الرب يشفي ويلمسك لمسة شافية. أمين. قوة الدم. والأخت درسي لأجل وفاء مريضة كثير، يشفيها الرب من السكر والضغط والحالة الصعبة اللي هي فيها في اسم الرب في يسوع.
تعرف دكتور أليكس في كتير طلبات وصلت عن طريق السوشيال ميديا. طلبات كتير وصلت وعم بشوف في تغيير. عم بشوف الأخوة عمال يعني بحطوا طلبة بوضحوا الطلبة لأنه لفترة طويلة كانت تيجي صلاة بس كانت بس صلاة. على فكرة في بعض الأحيان حتى هيك نحن نشعر نحن أنجزنا. نحن نقول إحنا رحنا على الاجتماع الصلاة وصلينا. طب شو اللي صليته؟ مش عارف شو اللي صليته بس صلينا. يعني حتى هيك نشعر إنه نحن صلينا بر يعني ذاتي يعني بالذات يعني تممنا الواجب. لكن الموضوع إنك أنت تكون تحدد طلبتك في اسم الرب يسوع المسيح. معنا الأخت توتا بتقول صلاة إنه زوجها يرجع لها وما يطلعها من الشقة اللي هي ساكنة فيها في اسم الرب يسوع المسيح. بنصلي يا رب إنك أنت تلم الشمل مرة تاني يا رب وتلمس هذا البيت يا سيد الرب بشفاء من عندك يا رب وتعطي محبة يا رب غير عادية بين الزوجين في اسم الرب يسوع. في عندي عدة طلبات صلاة أنا بس مش هذكرهم كلهم يعني نتبادل. فضل. في بنت الرب من مصر بتقول بنتها جوليا محتاجة شفاء من أجل رجلها ومن أجل مين عنده كهرباء في المخ. جويس من أمريكا الرب يقويها ويعطيها ولادة سهلة وبالسلامة هي وابنها باسم الرب يسوع. بنت الرب من مصر من أجل ابنها كوريلوس شفاء الروح والنفس والجسد والرب يبارك الارتباط. أختي بنت الرب صلي أنه يكون هذا الارتباط من الرب. لما الارتباط بيكون من الرب الرب يبارك هذا الارتباط في اسم الرب يسوع. بنصلي يا رب ان يكون الارتباط منك. بنصلي انك انت توضح الامور للطرفين وتعطي يا رب تفاهم يا رب ويبدعوا في التواصل مع بعضهم البعض حتى يفهموا بعض ويبنوا بيت يا رب على اساس متين على صخر الدهور في اسم الرب يسوع. بنت الرب من مصر بتقول صلاة لانه القلب تعبان في كهرباء زيادة والنبضات غير منتظمة. يعني هاي أعتقد بتولد اضطراب في شخصية الإنسان مش هيك؟ يعني خوف عدم الانتظام بدقات القلب. هللويا. ابن الرب من مصر بقول ما زلت أثق في سلطان الله على الأحداث وأصلي من أجل رفع الظلم عني وعن زملائي في العمل. أرجو رفع هذه الطلبة في برنامج أطلب وتجده حيث اختبرت استجابة الرب في الماضي من خلال هذا البرنامج. أمين أخوي في اسم الرب يسوع المسيح. عندك طلبات صلاة السيس؟ في جيزس دوتر بتقول محتاجة صلاة. النفسية تعبانة جدا ومخنوقة جدا وفي البيت خصاب. نصلي مع بعض يعني وعد الرب أنه عوض عن الروح اليائسة. الله بيعطي روح تسبيح. لو انت حاسس بالخنقة وحاسس بالنفسية المحطمة قل له يا رب انا اصر امامك انك تعطيني رداء تسبيح رداء فرح عوض عن الروح اليائسة والخنقة والخناق. والكلمة خنقة جاية من خناق او جاية من انفصام انشقاق. يا رب احنا بنصلي لاجل كل نفس مخنوقة انك انت تحرر يا رب من الغضب والعنف وتعطي حياة جديدة. صلي يا رب لأجل جويس والولادة وبنت الرب وطلبة تانية أخت بعتتها بتقول مرتخية ليها شهر مش بقادرة تتحرك. نصلي أن الرب يمد يده إليك ويعطيك نعمة وبركة الآن وتقدري تتحركي في اسم الرب يسوع. القلب والنبضات طلبات كتيرة يا رب بنضعها أمامك وبنشكرك يا سيد لأن أيضا بعد طلبات السوشيال ميديا هنا سمير الأسيوطي مشكلة من سنة ونص وبيعاني من مشكلة وعاوز تدخل واضح للرب. بيقول كان تدخل الرب واضح والحمد والشكر مرت بسلام بس أنا تعبان أرجو الصلاة. طب لما مرت بسلام أنت تعبان ليه؟
نصلي ان الرب يدي لك راحة وسلام. الله بلاحظ في بعض الأحيان سيس أليكس الناس بتقول أنا تعبان بس ما هو التعب في تعب روحي في تعب نفسي في تعب جسدي والتعب النفسي مليون صنف والتعب الجسدي إذا مش 10 ملايين صنف صحيح ونفس الشيء التعب الروحي. طيب محتاجين يعني نوضح أكتر. شخص بتصب يقول أنا تعبان أنا تعبان كتير. طب أوكي بس شو نوع التعب حتى نقدر نصلي صح؟ يعني تصور انه في عندك تعب جسدي وانا بصلي لامور روحيه ما ينفعش. لازم نحدد الطلبه، لازم نوضح الطلبه. لما نقترب من عرش الرب وبدنا نطلب شيء لازم نوضح الطلبه، مش لانه الرب مش عارف، بس انا لازم انطق بكلام، لانه الكتاب علمنا بكلامك تتبرر، فأنا محتاج أن أنطق بالكلام الصح، أقول المشكلة اللي عندي حتى المشكلة اللي عندي اللي أنا بوضحها تنحل. لكن إذا كانت مغمغمة يعني مغطى ومش معروفة شو المشكلة، مرات صعب أن الواحد يصلي ويصيب الهدف. فلهذا السبب محتاجين نحدد الطلبة في اسم الرب. لما تقول تعبان قول تعبان من ايه. في كتير من مرات في ناس بتكون عندها تعب نفسي صحيح. احيانا كمان يعني التعب ممكن مش يعني بولس لما كان بيصلي للرب وقال في الام لسه صر بالالام بالضعفات بالضرورات، لكن يعني ما فيش واحد فينا خالي من التعب، ما فيش واحد فينا خالي من الالم، لكن وعد الرب ايه؟ تكفيك نعمتي قوتي في الضعف تكمل. امين. حتى لو انت شاعر بتعب وحتى لو انت شاعر بألم اطلب قوة روح الله اللي تكلمنا عنها، لكن مصدر القوة هو الروح الله. ستنالون القوة ما تحلى الروح القدس عليكم. عشان كده بولس قدر يقول انا اصر بالضعفات بالضرورات. يعني لما هو كان في فيليبي وجلدوه وضربوه وحطوه في المقطرة الداخلية اللي تعب مش بولس ولا سيلة، اللي تعب السجان. يقول لك ايه؟ وهم كانوا يصليان ويسبحان في نص الليل استيقظ السجان. يعني مين اللي تعب ومين اللي مرض وما قدرش يكمل؟ لا السجان ولا الجنود، هم اللي صحيوا من النوم خلاص تعبوا من الضرب وتعبوا من العذاب. فانا عاوز اقول لك حتى لو انت موجود في وقت صعب جدا، السجان اللي بيضرب واللي فعلا تعب وكل نام، لكن لما اصلي واسبح في وسط الالام قال له الرب ايه؟ اني اصر بالالام بالضعفات بالضرورات لكي تحل علي قوة الله. فما اذا مهما كان ضعفك الوقت دور ومهما كانت الامك في وعد انه في امجاد وقوه مضاعفه تيجي لكل متالم ولكل حزين، لو طلبته يوجد لك. تعرف انا الايه اللي بتعزيني في وقت التعب، نعم، روميا 8:37، في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. هللويا. هاي الايه اللي انا حقيقه بتعزى فيها. نعم. فاي وقت تكون تعبان، إن كان تعب نفسي أو كان تعب جسدي، إن كان تعب من الألم، تعب من المرض، تعب من الناس، تعب من الظروف اللي حواليك، أي رقم 7، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يعني أحلى انتصار بعيش، أحلى انتصار لما بفكر في هذه الآية. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. في معنا بنت الرب من مصر، تفضلي. ألو. اختي، ايوه تفضلي. مساء الخير. يا مساء الف خير، ازاي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك. ربنا يبارك انت والاقس اليكس والاسيس عصام. اهلا بيك، ربنا يبارك ويبارك حياتكم. ربي يباركك اختي. صراحة رائعين جدا والبرنامج رائع وانا بتابعه دايما يعني، واشكر ربنا اللي سمع صوتكم وصلواتكم الجميله. يباركك يسوع. ونفسي حضرتك
وكل كلمة بتدخل في قلبي وفي قلب أحفادي وأولادي. فعلا يعني أنتوا ربنا يبارك حياتكم ويبارك أعمالكم. أشكرك أختي، كل المجد للرب. أمين. عندك طلبة صلاة تفضلي. نفسي حضرتك تصلي لواحدة قريبتي مشغولة بيها. أنا بعمل صلاة اجتماعات كروزة، بس في ناس كده محتاجة للصلاة، عندها ورم في صدرها، ونفسي ربنا يتمجد معاها عشان هي في المراحل الأخيرة. عندها ورم في الصدر؟ ورم في الصدر أو ورم سرطانية. كانت عملت بتر الصدر وقعد واحد، فلسيتها تعبانة. بسيطة دي، بسيطة. ربي يتمجد طبعا. ببركة صلواتكم. بسيطة، لا بسيطة هي. بسيطة، ربي مد ايده وبيشفي، ربي مد ايده وبيشفي وبيحول ستيج فور لستيج زيرو باسم يسوع. وليا طلب تاني، ان احنا عندنا فيلا كده وحتة ارض جنبينا في راح الاتصال. طيب اختي حاول مرة تانية اتصلي، احنا نصلي لاجل هذه الاخت مش عارفين اسمها. ايوه امين. يا رب احنا بنشكرك لاجل الكارزين، ولاجل يا رب اللي عندهم اجتماعات وعندهم خدمات سواء في بيوتهم او في كنائس او كارزين، وبنصلي يا رب فعلا لاجل الاخت اللي عندها السرطان من الدرجة الرابعة وكل سرطان من اي درجة يا رب. في اسم الرب يسوع يا رب يقتل كل مرض وكل خلايا سرطانية، وفعلا شعبك يا رب يجدد نشاطه ويجدد قواه. نعم، لأننا هيكل الله وروح الله يسكن بالقوة. أمين. عاوز أشجعك يا أختي، الرب اداني كده الأعداد دي للأخت اللي عندها السرطان والضعف من كورنثوس الثانية 12. سهل أنك تفتكر هذه كورنثوس الثانية 12 عدد 10 لما بيقول أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأنه حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. أمين. أيضا الرب بيدي هذا الوعد لكل متألم ولكل ضعيف. أمين. قوتي في الضعف تكمل. أمين. الله يستطيع، أن بيقول كده بكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم وعلامات الرسول صنعت بينكم. تكلم عن علامات الرسول في ضعفه، علامات الرسول في آلامه، علامات الرسول في أوجاعه. هللويا. فكل ما العالم أو الألم بيزيد أيضا حضور الله بيزيد من الجهة الثانية. هللويا. ويتضاعف حتى أنه يتكلم عن علامات الرسول مش في الظروف العادية لكن في آلام وضيقات واضطهادات. هللويا. مبارك اسم الرب. الأختي لين من أمريكا معانا على الخط، تفضل يا أختي لين. مساء الخير أسيس عصام. أهلا بك يا أختي. مساء الخير أسيس أليكس، ربي يبارككم. يبارك يا رب. يعني من زمان مشتاقة أسمع صوتكم، أنا دائما أتواصل على المسجات مع أسيس أليكس وأسيس عصام. أهلا. ما أنسى أبد أفضالكم وصلواتكم معي. أهلا فيك يا أختي. أنا أطلب اليوم صلاة أول شيء من أجل أخي عبد الأحد هرمس، هو في أوروبا، كان حصل إلى كورونا قبل شهر بس صار عنده مضاعفات أثرت عليه، وعلى هو كان يشكي شوية من الديمنشيا، شوية أثرت زادت عليه. أطلب صلاة الرب يتمجد باسم يسوع. أمين. أمين في اسم الرب يسوع. أمين. نصلي له. أمين. في عندي كمان ما ضلش كتير وقت بالنسبة للحلقة سيس أليكس المزبوط، ولسه في عندك كتير طلبات صلاة، وعندنا السوشيال ميديا برضو كمان نفس الشيء، فمحتاجين نذكر هذه الطلبات في اسم الرب يسوع المسيح. فيرونيا من أمريكا بتقول شفاء وقوة من أجلها. أمين. فالنتينا من أمريكا بتقول شفاء وقوة، عندها ستروك. بنت الرب من ألمانيا بتقول طلبت صلاة لتشفى بالكامل بعد عملية قلب مفتوح من شهرين باسم الرب يسوع. بنت الرب من مصر طلبت لشفائها من ألم الظهر
وشفاء أختها من الجلطة باسم الرب يسوع. بنت الرب من مصر طلب نستمر في الصلاة من أجل التوفيق، لأنه ما زال بالمستشفى وفي غيبوبة بسبب فيروس في المخ. يا يسوع يا رب، بنرفع توفيق الآن أمام عرش النعمة، وبنصلي أنك أنت ترفع هذا الفيروس عن المخ وتعطيه أنه يصحى بالكامل ويرجع إلى وضعه الطبيعي باسم الرب يسوع. بنت الرب بتقول صلاة من أجل الأخت إليزابيث شفاها من الحساسية، وصلاة من أجل أمر خاص. أمين. الأخت توتا زي ما صلينا وزوجها رجوع، فك سحر تفريق وخلاص نفس زوجها وكسر قيوده، شفاء والدتها من الزهايمر وشفاء أختها باسم الرب يسوع. بنت الرب من مصر طلب من الأسيس أليكس والأسيس عصام الصلاة من أجل ابن الرب لشفاء أذنيه، محتاج عملية جراحية لاستئصال العظام المتآكلة. هللويا في اسم الرب يسوع المسيح. بنت الرب برضو كمان من مصر من أجل الشفاء المخ والقلب، وصلاة من أجل الارتباط. بنت الرب من مصر صلاة من أجل هاني، ربنا يفتح باب عمل. وبنت الرب أيضا من مصر أجل صلوا من أجلي، عندي ألم في العظام وتغيير مفصل الركبتين، أشكركم. وأيضا أرجو صلاة حتى مارينا تتكلم وتمشي في اسم الرب يسوع المسيح. بنت الرب من مصر بتقول طلبت صلاة لأمها لأنها مريضة عندها إسهال مستمر، وصلاة لبنت الرب لأن ذراعها بيوجعها، وصلاة للجار جيم لأنه عنده جلطة في المخ، وصلاة للجار الآخر في المستشفى مش بيتحرك، وصلاة لأختها وزوج أختها للشفاء، وصلاة لابنها يرجع للرب. عندك طلبات صلاة تانية سيس أليكس ممكن؟ أمين. يا رب احنا بنضع كل هذه الطلبات بإيديك عبد الأحد يا رب، ومضاعفات الكورونا قادر يا رب انك تذهب بزيارة خاصة إليه، فيرونيا أيضا، والشفاء فالنتينا اللي عندها الستروك يا رب، المس المخ والأعصاب، والمس يا رب الشرايين، وأيضا يا رب عملية القلب المفتوح والعظام، ألام في الظهر وجلطات، وتوفيق يا رب في الغيبوبة في الفيروس، اذهب بشفاء إلهي وعمل سماوي. وإليزابيث يا رب تخف من الحساسية، صلى يا رب لأن فك أسحار وفك القيود والخلاص والشفاء يا رب الكثير اللي مرتبط يا رب بفك كل عمل وفك كل قيد على كل إنسان، عمل سفلي عمل شرير، تنفك الأعمال وتنفك القيود الآن. أيضا لأجل بنت الرب ابن الرب اللي عنده أمراض في عظام الأذن ومتأكلة، أنك تخلق أذن جديدة بنعمتك، أمراض المخ والقلب يا رب، والذين يحتاجون إلى ارتباط ويحتاجون إلى عمل إلى يا رب، لتجمع شريك الحياة المؤمن هاني، يفتح أمامه باب العلم العمل. ألم العظام يا رب والذين يحتاجون لتغيير مفاصل، ومارينا باسم الرب كل طفل مولود معوق بتصلى يا رب لأجل المعوقين والمعوقات، انك تخلق اعضاء جديدة. أمين. وتخلق عظام جديد ويتكلم ويمشي، شفاء الاسهال واللي عنده دراعه بيوجعه واللي في المستشفى، تعطي نعمة سيد الرب. امين. استأذنك في اتصال من الاخت ليلي من مصر، فقدنا الاتصال، آسف، تفضل السيس أليكس. طيب، في ناجح زكي كرولوس محتاج طلبة صلاة، ربنا يستر ويرزق بالشغل في اسم يسوع. وسلوى ميخائيل لأجل احتياجات البيت، الرب يسدد. أمين. وشكرا أنكم فعلا بتكتبوا الطلبات، لأنه أنا بقرأ بس الطلبات اللي مذكورة، غير بس لو حد طالب وكاتب صلاة مش بعرف أصلي لأجل إيه. ميرفت إيميل
صلاة لأجل ابن كراس، الوالد متوفي لي سنة وتسع شهور وأنا مش معايا غير كوكو وابني عنده 4 سنين و9 شهور، والحياة دلوقتي هو بيعيط وبيقول انه عاوز ابوه او عايز ان ربنا يدبر اموري في التجربة الصعبة وابو الاطفال. امين اختي، بنصلي ان ربنا يفتح ابواب الرزق. هو ابو اليتامى، هو قاضي الارامل، الابن بيصحى مفزوع من النوم يقول بابا، وحتى في الحضانة. يا رب احنا بنصلي لاجل سلامة الابناء والاطفال اللي فقدوا اباء وامهات ومصابين بفزع ومصابين بأمراض نفسية وعدم سلام. يا رب فعلا انت ابو اليتامى وقاضي الارامل، تعالى بروح سلام، هدئ يا رب النفوس خصوصا اطفال اليتامى المفزوعين على والديهم. صلي ايضا لاجل مايكل عاطف، لاجل نجاح الاولاد في الدراسة والعمل وربنا يشفي ويعمل معجزة، لاجل جيهان حل مشكلة، ولأجل البنات الرب يبارككم، ولأجل نعمة سنة الرب الأولاد يعيشوا للرب والبيت يكون للرب. عاطف بارح لأجل أنجيلوس هندي، ربنا يتمجد ويتم شفائه على خير. أمين أمين. في أي طلبات تاني معك؟ الباقي كله يعني طلبة صلاة بس، بنضع كل هذه الطلبات اسم الرب يسوع المسيح، مجرد الاسم والصلاة. أمين. عارف كل اسم يا رب وعارف كل طلبة. في سلافة بيقول محتاج صلاة لأجل المرض، ومينا صلاة لأجل البيت والأولاد، وروزا لأجل بيقول أنا كثير بحاجة إليك يا رب، وتغير تحليل وكلام الدكتور ويشفي المرض. يا رب كل شخص محتاج او منتظر تحاليل ومحتاج لعمل الرب مدي ايدك اليه. ستيفن نصلي لاجل الزوج والاولاد وربنا يشفي الجميع، وطارق لاجل بركة وسام وعفاف، وديفيد لاجل بيقول محتاج اني اشعر بقوة الصلاة الان في اسم الرب يسوع. طوبى لمن امن ولم يرى، مجرد كتير بيوصلنا طلبات، الناس تقول لك انا طلبت وامنت، شفنا ده كتير جدا، وامنت ولم ارى شيء، ولكن دعوت الاشياء الغير موجوده كانها موجوده. هللويا. في برضه كمان طلبة صلاه من بنت الرب وصلت هلا، بتقول في عندها الام في العظام وفي نفس الوقت في مشاكل عائليه. احنا تعرف الوقت داركنا المزبوط وأولموست انتهى وقت الحلقة، فضل بس كم دقيقة. احنا محتاجين نرفع كل هذه الطلبات امام عرش النعمة. في رسالة العبرانيين الصح 11 يقول الكاتب الرسالة: ينبغي ان الذي يأتي الى الله يؤمن بانه موجود وانه يجازي الذين يطلبونه، يعني بكافيهم. فمن المهم لما تصلي تآمن، تشغل إيمانك، تفعل إيمانك، ولما تآمن أنت وتثق أنه الرب سمع صلاتك، وتكون عارف أنه الطلب اللي أنت بتطلبها بحسب مشيئة الله، ساعتها بتشوف الاستجابة. لكن من المهم أنه نفعل إيماننا، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضائه. ممكن نرفع كل الطلبات السيس أليكس أمام عرش النعمة، السوشيال ميديا، طلبات اللي وصلت عن طريق في أثناء الحلقة اللي كتبوها، التليفونات اللي وصلت والناس اللي اتصلوا فينا، وجميع الطلبات حتى لا تسقط ولا طلبة أمام عرش الله في اسم الرب يسوع. لو كمان ما لحقتش تتصل أو تقول الطلبة، لو بعت رسالة على الفيسبوك، انا لما بروح بقرا رسائل تاني وبصلي لكل رساله بالاسم. فلو الوقت لم يسعفك انا اجدك انك تكتب رساله. امين. بسيب معاكم بس الوعد الاخير دوت اللي الرب بيديلي هذا الكلام، بيقول: ليس احد ياخذها مني بل انا اضعها من ذاتي، اللي هي نفسي يسوع المسيح. وبيقول الكتاب عن
الرب يسوع خرافي تسمع صوتي أنا عارفها فتتبعني أنا أعطيها حياة أبدية لن تهلك إلى الأبد. وافتكر الوعد ده لا يخطف أحد من يدي. آمين. لا يخطف مرض، لا يخطف شيطان، لا يخطف إبليس، لا يخطف خطية. أبا الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل. ومرة تانية يرجع التكرار الوعد، ولا يقدر أحد أن يعني ورا بعض عملية الخطف، فما فيش كدنابي أو ما فيش حد يعرف يسرقك من الرب لو هللويا. مبارك هذا اسمه. واخد هذا القرار مبارك اسمه. رب لابن الطلبة أيضا جات من الأخت ليلى من أستراليا، بتقول بنت عمتي في أستراليا نغم عزيز، وكان مصاب بالسرطان والغدد اللمفاوية، ورفعوا الكتل من تحت الإبط. رب يشفيها وهي حالتها تعبانة. أمين. يا رب كل طلبات جات يا رب في السوشيال هللويا، وكل طلبات على الفيس، وكل طلبات مع الأسيس عصام يا رب وكنترول روم في اسم الرب. يا رب أنك سمعت واستجبت بحسب غداك، لأنه لا يقدر أحد أن يخطف من يدك. أبا الذي أعطاني إياها والأب أعظم من الكل، أعظم من كل ضعف، أعظم من كل مرض، أعظم من كل انحناء. بارك يا رب قناة الكرمة، أخونا صامويل، أخونا مجدي، السيس عصام يا رب اللي تعب معانا في إعداد الحلقة، وبارك كنيسة عنده، وبارك يا رب خهاني كل واحد باسمه أنت عارف يا رب. أمين يا رب. هذه الكنيسة باسم الرب يسوع وكل برنامج نسألك يا رب تسديد كل احتياج روحي باسم ومادي الرب يسوع، وتعظيم العمل في كل القنوات وفي كل البرامج لمجد اسمك وامتداد ملكك. أمين. أشكركم أخواتي المشاهدين متابعتكم معنا هذا البرنامج. أشكرك السيس أليكس، مبارك اسم الرب. لقاء تاني يوم الخميس الجاي بنعمة يسوع. نشكركم حسن مشاهدتكم، ونلتقي معكم الأسبوع القادم بنعمة الرب. الرب معكم. سلام. اطلب تلاقي حلو التلالي معها قوي، بس انت روح فضفض وبوح، واحكي له مالك اشكي له حالك، واحفظ بقى الارض لو متشققه عنده السواي. اطلب تلاقي وما تتسنج الا علي ايدي بتشفيه، علي لمسه واحده بس منه تكفي. اطلب تلاقي، واما وعد النفس بيفسد بعد وقت اطلبه هتلاقي وعد لسه باقي. اطلبوا هتلاقي وعد للسبب.